بمناسبة عيد القديسة مريم ليسوع المصلوب، أقامت الراهبات الكرمليات أمسية ترانيم مريمية في دير الكرمل ببيت لحم بحضور جمع من المؤمنين. تخلل الأمسية معزوفات وقراءات وأناشيد دينية وعرض فيلم قصير عن حياة القديسة مريم. المزيد في رسالة مندوبتنا في الأراضي المقدسة. نحن موجودين اليوم في مكان تشعر فيه بالراحة النفسية والطمأنينة بروح المسيح أمه العذراء وروح مريم ليسوع المصلوب بترفرف حوالينا تحت عنوان ليس إلا الحب يملأ قلب الإنسان. وكعائلة واحدة أقيمت أمسية ترانيم في بساتين دير الكرمل في بيت لحم، والتي أضيئت بالشموع وأضافت نوراً لمكان وجود ذخيرة مريم ليسوع المصلوب التي زينت بالورود والبخور. أمسية خاصة للقديسة مريم تخللها ترحيب بجمع المؤمنين وتأملات وقراءات وعرض فيلم عن القديسة وعزف ألحان تراتيل على آلة الكمان للفنان سابا أبو عبارة وتراتيل مريمية بصوت الفنان جورج بعبيش والتي نالت إعجاب الحضور، حيث تفاعل المؤمنون وتعالت الأصوات لتعانق أسوار الدير والكنيسة. الأخت فريال ليسوع المصلوب من دير الكرمل تقول في كلمتها بأن القديسة مريم ليسوع المصلوب حاضرة بروحها بكل لحظة في هذا الدير وفي كل مكان، هي قديسة الجميع ودائما نتضرع بشفاعتها. فمن أقوالها: إن عطشت وقدم لك ماء فأعطي قدح الماء إلى أخيك العطشان مع كونك أكثر ظمأ منه، وكن على ثقة الرب سيعطيك لتشرب. إحنا اليوم موجودين في السنتر أو المركز تبع القديسة مريم يسوع المصلوب، وعاملين كونسرت احتفالا بالعيد هذا. المناسبة هاي بالذات هي أول مرة إحنا بنعمل الحفل هذا بالأرض هاي، ومنه كمان افتتاح للسنتر لأهل البلد لأنه الأجانب بيجوا عليه، فحبينا نتشارك معهم بالفنانين بفلسطين، فنانين أهل البيت لحم هون، نرتل ونرنم ونصلي مع القديسة مريم عشان نضل شفاعتها معنا، وخاصة إن هي شفيعة السلام في بلادنا. إحنا بهالمركز هون عملناه لأنه حبينا ننشر رسالة القديسة مريم يسوع المصلوب. بالرسالة بتقول، في كانت في الانخطاف بتقول لأمها الرئيسة: العالم كله بيسبح ربنا، النجوم والقمر والسماء الأشجار البحار، بس الإنسان نائم اللي بيعرف قديش حسنات ربنا ومين هو ربنا نائم، تعالي لنوقظ الكون. وإحنا بهالمركز رسالتنا مع العالم كله، لأنه بيجينا ناس من كل أنحاء العالم، إنه نعمل ننقذ العالم، نرجعه مع الروح القدس عشان ترجع هالشعلة جوانا ويرجع روح ربنا يشتغل أكتر وأكتر جوانا لننشر السلام بالعالم كله. وفي نهاية الاحتفال تم تكريم الفنانين لمساهمتهم بإحياء أمسية القديسة مريم ليسوع المصلوب. للنورسات مارلين الحدوة من بساتين دير الكرمل بيت لحم.